إذا بدنا نراجع اليوم فكرة الـ Four Quadrant Operation، وحتى نشرح فكرة الـ Four Quadrant Operation رح أستعمل مثال السيارة مرة ثانية. لو أن هون سيارة كهربائية فيها هون دي سي موتور، وبداخلها في محرك دي سي رح نعمل عليه درايفنج وبريك، وتاخذ هون هي المسافة اللي بدنا نطلعها. بدنا نمشي مسافة معينة، هاي عملناها هي السبيد هون. وراح افترض الان انه اذا بدي امشي انا بهذا الاتجاه، صار هذا الاتجاه هو بوزيتيف ديسبيسمنت، بوزيتيف سبيد، وراح يمشي معي، راح ازيد السيارة سرعتها. وهون انا طول الوقت عمالي بعمل درايفنج، لانه عندي هون التورك بوزيتيف والسبيد بوزيتيف. ولاحظوا بالنسبة للدي سي موتور رح يرتبطوا هذول، السبيد رح ترتبط بالفي، في اللي هي الدي الباك اي ام اف او الاي جنريتد، بدنا خلينا نحطها هون بي باك اي ام اف، او مرات بنسميها اي جنريتد. وهذا هون الكارنت تبع الارمشر. اذا عندي هون دي سي موتور، هذه هون رح تكون طبعا ار اي، وهذه ال اي. هلا اي جي او الباك ام اف هو هون متكون، مضبوط؟ واضح فكره الاي جي؟ انه احنا بنقول الدي سي موتور هذا بس يبدا يتحرك، بدي افترض انه عليه يا اما بيرمننت ماجنت يا اما سيبريتلي اكسايتد، بس دائما في عليه فيلد هون. هاي الفيلد سيركت، هلا يا اما بتكون فيلد سيركت يا بتكون بيرمننت ماجنت. اوكي ماشي، الكل واضح فاهم؟ فعندي هون دائما في اكسايتيشن، الاكسايتيشن يا اما جاي من فيلد كرنت يا اما جاي من بيرمننت ماجنت. هاي الارمتشر، هاي دائره الارمتشر من هون اللي فيها ريزيستنس تبعت الارمتشر، الاندكتنس تبعت الارمتشر، وبعدين هون كانه ايديال موتور او ايديال جنريتر راح يتكون هون عندي اي جي اللي هو الباك اي ام اف، واللي هو الباك اي ام اف معيش بتناسب، بتناسب مع الاكسايتيشن وبتناسب مع السرعه. والتورك اللي بتكون من هذا بتناسب مع الكرنت، بتناسب مع الاكسايتيشن. هلا رح تمشي معي السيارة بهذا الاتجاه لحد ما اوصل عند النقطة هاي، عند النقطة هاي الآن أنا بدي أوقف السيارة، فبدي أوقفها بهذا الشكل، كنترول، ما بدي أعمل كوستنج، بتذكرني الكوستنج؟ إنه أتركها توقف، لا بدي إياها كنترول، فلازم أعمل الآن بريكنج. إذا بالفترة هاي هون رح يكون عندي السبيد رح تضلها بوزيتيف، بس التورك شو بده يصير اتجاهه؟ نيجاتيف، أو الفورس بدها تصير معكوسة، فالتورك بده يصير نيجاتيف. إذا بالفترة هذه من هون رح أكون أشتغل في الكوادرنت الأول، لأنه التورك بوزيتيف والسبيد بوزيتيف من هون، فراح اكون اشتغل في الكوادرنت الاول. الباور عندي هون بوزيتيف لانه حاصل ضرب بوزيتيف في بوزيتيف راح يعطيني بوزيتيف، فمعنى انه الباور بوزيتيف يعني الباور عم تنتقل من السبلاي لللود، وعم تتحول ل بتتغلب على فريكشن بتتحول لكينيتيك انرجي في اللود. فهون انا عندي هون بالكوادرنت الاول هون الباور بوزيتيف، ومعنى بوزيتيف باور انه الباور لما تكون الباور بوزيتيف معناها عم تنتقل من السورس لللود. هذا معنى بوزيتيف باور. ننزلها شوي عشان نوسع مكان هون. لما تكون الباور بوزيتيف، بي بوزيتيف معناها انه الانرجي او الباور عماله تنتقل من السورس لللود. لما تكون الباور نيجاتيف معناها الباور عماله تنتقل من اللود للسورس. هذا اللي هو الكوادرنت الاول راح يضل ماشي انا فيه بهذا الاتجاه لحد ما اوصل هون. هون بدي اعمل بريكنج، السبيد راح تضلها بوزيتيف لانه هاي السبيد هون بوزيتيف، لكن التورك راح ينعكس راح يصير نيجاتيف، فراح انتقل الان هون للكوادرنت الرابع. هلا في كتب بتعكس التسميه، بتسمي هذا الكوادرنت، بتحط السبيد هون، بتحط التورك هون، بتحط الفولتج هون، بتحط الكرنت هون، ما فيش مشكله، بس بصير تسميتهم هذا الاول وهذا الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع، ما فيش مشكله، المهم انك تكون فاهم شو هاي. هون صار عندي، هون راح يكون عندي بريكنج، هون راح يكون عندي درايفنج او موتورنج. فورورد درايفنج. هذه هون فورورد درايفنج او فورورد موتورنج. هون راح يكون عندي فورورد بريكنج، يعني لساني ماشي الى الامام بس بعمل بريكنج، او مرات بنسميها جنريتنج. لانه هذا المحرك راح يتحول لجنريتر، هو راح يصير يعطيني، راح تصير تنتقل الطاقة من هون الى هون. هلا لما قررت بدي اعكس وقفت السياره هون، وقفت عندي صارت السبيد زيرو، وانا ماشي بهذه الفتره هون هلا بدي اعكس الاتجاه، فبدي امشي بهذا الاتجاه، فراح تصير عندي سبيد نيجاتيف. هلا حتى اعكس الاتجاه السبيد هتكون نيجاتيف والتورك لازم يكون نيجاتيف، فبدي انتقل للكوادرنت الثالث.
نيجاتيف في نيجاتيف راح يعطيني بوزيتيف بوزيتيف والباور راح تكون بوزيتيف وراح تضل الطاقه تنتقل من السورس للود خلال الفتره هاي راح تضل تنتقل من السورس للود خلال الفتره هاي لحد ما اوصل النقطه هذه هون اللي بدي اعمل عندها بريكنج راح اضل هون بالفتره هاي بالكوادرنت الثالث والكوادرنت الثالث الباور بوزيتيف هون طبعا الباور كانت نيجاتيف وهون الباور بوزيتيف راح اضل ماشي بهذا الاتجاه لحد ما اوصل عند النقطة هاي لما بوصل عند النقطة هاي لاحظوا انه سبيد نيجاتيف التورك بدي احطه الان بوزيتيف فحتى هون التورك راح يصير بوزيتيف بس سبيد نيجاتيف راح انتقل للكوادرنت الثاني اذا بالفترة هاي هون راح يكون بالكوادرنت الثاني وبالكوادرنت الثاني هون راح يصير الباور نيجاتيف لاني عمالي بسترجع الطاقة عم بنزل سرعة السيارة فالكينيتيك انرجي اللي مخزنة فيها عم بسترجعها وين راح تروح عندي بالحالة هاي إذا كان عندي بطارية راح ترجع على السورس تشحن السورس هذا من هون فمثلا إذا عندي هون دي سي سورس راح أشحن هذا الدي سي سورس راح ترجع الطاقة عليه وتشحنه أو تضيع الطاقة في ريزيستر أو بريكنج ريزيستر إذا هاي فكرة الفور كوادرنت أوبريشن مبنية على التورك والسبيد لكن ممكن كمان أنا أطلع عليها أربطها هاي كل الحالات هذه اللي صارت هون لما التورك يكون بوزيتيف يكون عندي الكرنت هون ماشي بوزيتيف فبكون الكرنت أي إيه اتجاهه بوزيتيف بهذا الاتجاه ولما يكون عندي السرعة إلى الأمام ماشية لما تكون السرعة بوزيتيف لأنه تذكر إنه الباك إم إف في باك إم إف اللي هو نفسه إي جي تتناسب أو بتساوي كين في فاي في أوميجا فأوميجا هي السرعة فاي كونستانت طول الوقت وكي بيعتمد على الدايمنشنز تبعت هذا المحرك طول الأسلاك وعدد الأسلاك في الأرمتشر الى اخره كل هاي التفاصيل والباث عدد الباث واوميجا عندي هي اللي راح تحدد فكل ما زادت السرعه ففي ارتباط واضح ما بين الفولتج بس مش الفولتج تبع السورس او الفولتج اللي انا دخله على المحرك الفولتج الباك اي ام اف اللي جاي عندي بالمحرك فالباك اي ام اف اللي جاي عندي بالمحرك لما تنعكس السرعه راح ينعكس الفولتج ففي عندي ارتباط واضح ما بين هذول الاثنين ولاحظوا كمان حاصل ضرب السبيد في التورك بعطيني وحده باور وحاصل الفولتج في الكرنت بعطيني وحده باور كمان اوكي وهذا الباور راح يكون بالحالة هاي الباور اللي باخذه المحرك او برجعه المحرك اللي بتحول الميكانيكال انرجي هو هذا الفولتج مضروب في اي اي هذا اليوسفول باور اللي بيعطيني تورك او برجع طاقه بتحول لجنريتر لما هذا يتحول لجنريتر عماله الباور اللي بعطيها شو بتساوي يعني هذا هون المحرك الباور اللي بتدخل له او الباور اللي بتطلع منه دائما شو بتساوي اي جي في اي اي مضبوط اذا هو باخذ يوسفول ميكانيكال باور يعني فكر في الدي سي موتور انه عندي هون لو فكرت فيه بهاي الطريقه هذه هون لوسز مزبوط وهاي فيش لوس هاي لوسلس لكن هون بصير عندي اذا عندي كرنت ماشي هون اي اي وعندي هون اي جي هذا الباور اللي داخل على هذا الموتور الايديال موتور شو بتساوي اللي هو عم باخذها الباور اللي عم باخذها بتساوي اي اي في اي جي وهل الوحدات صحيحه كرنت في فولتج راح تعطيني او امبير في فولتج راح يعطيني باور هاي الباور ليش راح تتحول هون في الموتور ميكانيكال باور فهذا اذا عندي هون شافت هذا الشافت شو راح يعطيني على الاوتبوت؟ يعطيني تورك على مضبوط اللوسز وين راحت؟ يعني انا جبت الريزيستر اللي موجود في الدي سي موتور وسحبتها سحبت الريزيستر انا ما بقدر اسحبها في الواقع بس كموديل انا سحبتها وين حطيتها؟ فهي اللوسز اللي هون فهذا صار ايديال ديفايس وكمان انا اهملت الفريكشن اللي موجود هون هلا من هذا التورك راح ينطرح شوي ايش؟ الفريكشن اللي بيطلع عندي دي في اوميجا طب لما يصير العكس عندي نفس الشيء لما يصير العكس لما هذا يتحول لجنريتر الطاقه من وين جاي من الميكانيكال شافت مزبوط الميكانيكال يعني السياره كلها هلا لما بحاول اعملها بريكنج راح يصير الانيرشيا تبعتها عمالها بتحرك المحرك فراح يصير في عندي تورك اوميجا على المحرك ايش راح يطلع عندي من هون الكرنت راح يتحول هذا لجنريتر وين البرايم موفر تبع الجنريتر هاي والكرنت ايش راح يصير باتجاهه ينعكس راح ينعكس اتجاهه من هون راح يصير عندي اي اي بهذا الاتجاه واي جي فالباور ايش عم بيصير فيها لما يكون جنريتر عم تدخل من هون تتحول من الكتريكال من ميكانيكال لالكتريكال باور حاصل ضرب اي اي جي الباور اللي بعطيني اياها راح يصير فيها لوس هون مضبوط لوس كمان في الميكانيكال وراح يصير لوس في الميكانيكال لانه في فريكشن بدي اتغلب عليه بهذا السيستم فها هي الانرجي كونفرجن لاحظوا المحرك هذا ما تغير ما فجأة اجيت قلت هلا بده يصير جنريتر رحت فكيته وحطيته برا ورحت حطيت محله جنريتر هو نفس المحرك هو الترنيتر ماشين بتحول ماشين تمام بتحول ما بين انرجي الموتور وجنريتر وحتى هو بيشتغل كموتور في بداخله جنريتر وهو هو جنريتر راح يكون موتور يعني لما يجي عندي هون فولتج الفولتج اللي بحطه هون راح يؤدي لكرنت يمر راح يتحول تورك
بس لما هذا يبدا يلف ايش راح يتكون هون؟ باك ام اف. اذا هو هذا الموتور هو عم بيشتغل على موتور ايش عم في بداخله؟ جنريتر اكشن. جنريتر اكشن راح تعاكس الفولتج الاصلي، فالاي جي راح تتكون راح تكون معاكسه لها. نفس الشيء هذا لما بيشتغل كجنريتر، لما بيجي عليه تورك خارجيه من هون التورك راح يتحركه مزبوط. لما تحرك التورك هاي راح يتكون فولتج، مش هيك؟ راح يمشي كرنت. في اللحظه اللي بيمشي فيها كرنت شو راح يصير عندي هون في داخله؟ راح يصير تورك معاكس. التورك هذا راح يعاكس مين؟ التورك الجنريتر، التورك الخارجي. فلذلك اول ما بحط تورك على الجنريتر وهو بده يسحب كرنت، شو بحس صار فيه بالشاف تبعه؟ صار صعب اني الفه لانه في شيء عماله بعكس، صار في موتور اكشن. فلما بشغله كجنريتر في بداخله راح يبين موتور اكشن، ولما بشغله كموتور ايش راح يبين في داخله؟ جنريتر اكشن. ودائما بتكور بحيث انه يعاكس الاصل بحسب مين؟ لينزز لو. لينزز لو، لانه لو ما صار هيك كان بصير في عندي طاقه فروم نثينج، بصير يتكون في طاقه وزياده. فهون لما حطيت فولتج الباك اي ام اف كان اشارته بحيث انه يعاكس الفولتج، ولما حطيت تورك خارجي التورك راح يتكون راح يكون اشارته بحيث انه يعاكس التورك الخارجي اللي جاي من الخارج. دكتور شنك بكون عندك